اهلا بيكم، يا صباح الخير، يا صباح الورد، يا صباح الفل، صباح الياسمين، صباح العصافير الحلوه اللي بتصوصو كده. اول ما تصوصو كده تحس بانتعاش وبجمال وتقول سبحان الله. صباح الخير عليكم، يا رب يوم يكون كله سعاده وراحه بال وفرح ورضا واطمئنان وخير وسلام، يا صباح الفل. أهلا بيكم في لقاء جديد من خلال قناتنا، قناة الحقيقة، قناة الصدق، قناة السهم القاتل في قلب كل ظالم ونبراس الحقيقة. أهلا بيكم أحبائي، إزيكم؟ عندنا أخبار كتير النهاردة، وعايزة أبتدي لكم بحاجة صغيرة، تسمحوا لي لو ما بيضايقوش، واحب اسمع تعليقاتكم طبعا اذا كان المقدمه اللي انا بقولها او الكلمه اللي بتكلمها معاكم بتبسطكم ولا بتضايقكم. احب اسمع تعليقاتكم طبعا. احنا اتكلمنا اول امبارح وامبارح عن المحبه وعن الحب اللي بيخلينا نعفو ونسامح. في حاجه مهمه جدا كمان نفسي أتكلم عليها مع حضراتكم، الاحترام. زي ما سمعتوا، الاحترام كلمة جميلة لها أثر بيسيب جوه الإنسان وفي قلوب الآخرين أثار كويسة. ما بيدلش على الحب على فكرة، لكن بيدل على حسن التربية والاحترام حتى لو ما بتحبش اللي قدام. يعني احترام للناس لا يعني ان انا محتاج لهم في حاجة، لكن الاحترام مجرد مبدأ اتعلمته وتربيت عليه، يعني اصل جذوري وتربيتي. يعني انساط الاحترام مش هيكون في اي داعي لاي علاقة، لأن دايماً بيبقى الاحترام هو سيد كل العلاقات. على فكرة الاحترام، احترام بيبقى نابع من حسن تربيتك، ما بيبقاش على فكرة الاحترام ضعف إطلاقاً، بالعكس الاحترام بتبقى قوة، قوة داخلية. والاعتذار ليس مذلة. بيقول لك إن سقط الاحترام ليس هناك داعي لأي علاقة أن تتم، فلا حب بلا احترام، ولا صداقة بلا احترام، ولا حتى قرابة بلا احترام، ويبقى الاحترام هو سيد كل العلاقات. أهلا بيكم، يا صباح الفل. نبتدي بعناوين الأخبار، يلا بينا. الاحترام هو دليل على حسن التربية. توجيهات الرئيس السيسي، مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان، تحديد هوية مفجر جسر الكرم. هل أمريكا يد في ضرب جسر الكرم؟ دواء مضاد للإشعاعات، ترامب وتحذيرات قبل فوات الأوان. بوتين واجتماع مهم مع الأمن الروسي، سقوط عشرات القتلى. منحة كويتية الناجية الوحيدة من مذبحة حضانة تايلاند كيف نجت؟ ناصف ساويرس المليونير الخاسر. رحمة فيلم يحصد جائزة إيطالية. السحر في أشعة الشمس، والكثير من المعلومات التي لا تعرفها. حظك اليوم النهاردة بس هنقول الدلو والسرطان والحوض، وإن شاء الله من بكرة بإذن الله هنقول كلمة على كل الأمراض، مدام ده بيبسط حضراتكم وبنقعد نستناه. دايما كنت قبل ما أنزل على شغلي دايما أبص كده أشوف حظي إيه النهاردة. فوز على الحركرك في ذهاب دوري الأبطال للزمالك والأهلي. الترجي بطلا لكأس الأندية الأفريقية. سرحتوا اللعيبة وهربتوا. فيوتشر يضرب
كالون 2-0 في ذهاب ال 32 بالكونفدراليه. بدايه قويه لكرات الدوري المصري، تمديد عقود في الاسماعيلي. احمد رفعت رسميا للوحده الاماراتي، نجم مصر يعلن انضمامه للاهلي. تصريحات خطيره جدا من اوستن اموتو. تجين المصري البورسعيدي، سلخير يا حاج، سلخير يا حاج. قرارات رابطة الأندية للموسم الجديد، جدول مباريات الزمالك، سيادة الوزير تعبتنا كفاية استفزاز بقى. في طبعا في رئيس النمساوي بيفوز بفترة تانية، وتفجيرات وضحايا إسر ضربات روسية في أوكرانيا، وزلزال بيضرب الإسكندرية. طبعا فيريرا زعلان وغضبان، وهنعرف ليه. اهلا بيكم. نبتدي اقول لكم نبتدي بايه؟ هبتدي معاكم بالمعلومات، ايه رايكم؟ هنتكلم النهارده قبل ما ابتدي الاخبار، نبتدي بالمعلومات العامه. بيقول لك كم من الوقت يجب التعرض للشمس؟ يعني لازم نقعد في الشمس؟ ده انت لما تسمع هتعرف. اولا هي من اكثر الامور اللي يمكن الاستفاده منها، وخصوصا لجسم الانسان، حيث كشف المركز الاتحادي للتغذيه في ان فيتامين د يمتاز بفوائد صحيه جمه، حيث انه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب، ويعمل فيتامين د على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية. لهذا ينبغي التعرض لأشعة الشمس يوميا لمدة تتراوح من 5 إلى 25 دقيقة. اعمل حسابك زي ما بتشرب قهوتك، اشربها بقى وانت قاعد في الشمس كده. الشمس مهم جدا 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 لانها هي فيتامين د. اهلا بيكم. هقول لكم على شويه حاجات غريبه كده. انتوا تعرفوا الجليد اللي في العالم لو داب الجليد اللي موجود في القاره القطبيه الجنوبيه، مستوى المحيطات والبحار هيرتفع بمعدل 70 متر، والأمر ده هيعني إن ربع الأرض هيغمروا المياه وهيختفي. تخيلوا. عشان كده COP27 من طبعا حاجة مهمة جدا عشان المناخ، ويشوفوا هيعملوا إيه. لأن لو فعلا المناخ بيتغير والأقطاب التلجية ساحت، يبقى ده فناء لثلاث أرباع الأرض. أهلا بيكم. شفتوا بقى؟ عشان كده بنصلي نقول ارحمنا يا رب بتعظيم رحمتك. أطول عمر يمكن أن تعيشه الدبانة اللي امبارح اتكلمنا عنها، اللي ممكن تحمل الجراثيم لمسافة 25 كيلومتر. أكتر عمر تعيشه الدبانة دي 14 يوم. تخيلوا، أنا بجد حاجات غريبة. تعرفوا إن الموز مش فاكهة؟ من الناحية العلمية يعد الموز من الأعشاب، بينما تعد الطماطم فاكهة. أنا كنت عارفة إن الطماطم فاكهة، بس أول مرة أعرف إن الموز ده يكون كده. يعني للستات بقى، مساحيق التجميل أغلبيتها أنواع الأحمر الشفايف، كل دي بتحتوي على مساحيق مستخلصة. منين تعرفوا؟ أقول لكم، من قشور الأسماك. صدقوا دي جديدة برضو. تعرفوا إن الفلفل الحار بيحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي؟ اللي يقدر بقى ياكل فلفل حار بصراحة في نسبة عالية جدا من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات والفواكه الأخرى. مش عايزة أطول عليكم معلومات،
عشان ما تتوهش. اهلا بيكم احبائي. ايه رايكم اقول لكم على الابراج قبل ما ابتدي الاخبار السياسيه؟ ايه قولوا مستمع. طيب نقول الابراج، احنا قلنا النهارده نقول ثلاث ابراج، بس من بكره ان شاء الله هنقول هنحاول يعني ان احنا نقول كله. هنتكلم عن السرطان النهارده، سرطان هنتكلم عن السرطان. يقول لك والدلو، هنتكلم عن الدلو وعن السرطان وعن الحوت. نبتدي بالسرطان. ماشي، هناك كثير من الأعمال التي عليك إنجازها، مناسبة عائلية تشغلك بشكل كبير، والكثير من الأعمال التي عليك محتاجة تخطيط، أجازة طويلة اقضيها مع العيلة، اهتم بيهم شوية. الدلو، أنت بصدد القيام بأمر جديد تفكر به منذ فترة طويلة، قد تشعر بالخوف في بعض الأحيان وتنوي التراجع، عليك حسم أمورك بشكل نهائي. علامة جديدة في حياتك تسبب لك السعادة يا رب دايما. الحوت، الحوت يسود جو من الصداقة والبهجة في مكان عملك، تجد حججا جديدة وأصدقاء جديدة في عملك. الشخص الذي كنت تنتظره بتنتظره يعني هيجي وهو قريب منك، عليك البدء في ممارسة نظام غذائي صحي، خلي بالك من صحتك. ايه رأيكم؟ تحبوا نبتدي كده المعلومات وبعدين الحظ وبعدين نبتدي بقى نقول ان رئيس السيسي نخش في السياسة؟ يلا بينا، يلا اهلا بيكم. صباح الورد. أخبارنا السياسية، الرئيس السيسي على فكرة في أخبار السياسية دي فيها حاجات يعني مثلا اللي نجت من المذبحة الطفلة اللي عمرها 3 سنين، نجت إزاي؟ هنعرف. الرئيس السيسي يوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ويتابع الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة الطوارئ. رئيس الوزراء توجيهات من الرئيس بتوفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المشروعات. شكري يقول حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية، وأدعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف منها. جلسة مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره اليوناني ومؤتمر صحفي. وزير الخارجية اليوناني، القاهرة وأتينا جسر فوق مياه مضطربة بين العالم العربي وأوروبا وبين أفريقيا وأوروبا. الرئيس النمساوي بيفوز بفترة رئاسية تانية. حددت السلطات الروسية هوية صاحب الشاحنة التي استخدمت في تفجير جسر الكرم، اسمه سمير يوسوبوف، هو مالك الشاحنة الذي نفذ الهجوم على الجسر الرابط بين شبه جزيرة الكرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا والبر الرئيسي الروسي. هل أمريكا لها يد في ضرب جسر الكرم؟ علامة استفهام وكله هيبان. هذا الشخص اللي هو سمير ده عمره 25 سنة، لكن هو اللي ما كانش على متن الشحنة لما انفجرت. واحد قريب له هو اللي بيستخدم المركبة. الولايات المتحدة تنفق رقما قياسيا فلكيا على دواء مضاد للإشعاعات النووية. ترامب بيقول حول أزمة أوكرانيا، يجب بدء المفاوضات فورا وإلا سنواجه حربا نووية. القوات الأوكرانية تتحدث عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في القصف الذي استهدف مدينة زابوريجيا. انفجارات بتهز مدينة زابوريجيا الأوكرانية وإصابات أثر انهيار مبنى سكني. بوتين يعقد اجتماعاً رفيع المستوى لمجلس الأمن الروسي.
قرار جمهوري بالموافقة على منحة كويتية لربط السكك الحديدية مع السودان. إيمي هي الناجية الوحيدة البالغة من العمر 3 سنين في مسبحة حضانة تايلاند. فصلها كان بيضم 11 طفل. كان الجميع مشغول بالرسم والكتابة. الساعة 10 مدرسين الفصل أرسلوا لأولياء الأمور صور ولادهم وهم قاعدين مبسوطين وفرحانين وبيرسموا يطمنوهم عليهم وعلى أحوال ولادهم. لكن بعد ساعتين من فترة القيلولة اقتحم ضابط الشرطة السابق بانيا كامبرات ليطلق النار على الجميع ويقتل 37 بينهم 24 طفل. كل الأطفال ماتت وهم نايمين. طب نجت إزاي إيمي من القتل؟ تم العثور عليها مستيقظة ولكن مستلقية على الأرض. هي عناية الله هي اللي أنقذت إيمي. الله يرحمهم والله الله يسامحهم هؤلاء الشياطين الإرهابيين المنخلعين من قلوبهم ودوادنهم ومبادئهم وكل حاجة. دول مملكة الشياطين بصراحة. رحمة فيلم مصري يحصد جائزة مهرجان الأمل في روما. أكبر الخاسرين الملياردير المصري ناصف ساويرس خسر 800 مليون دولار في 7 شهور. أول رائدة فضاء أمريكية من الهنود الحمر، تخيلوا، يعني مش أول رائدة كانت من الهنود، لا يعني أول رائدة دلوقتي حاليا من الهنود الحمر تطلع الفضاء. زلزال بقوة 3.6 ريختر على بعد 189 متر من جنوب الإسكندرية. ايه رايكم؟ لغايه هنا نكون تقريبا خلصنا حبايبي الاخبار السياسيه، بس انا مدخله لكم بقى حاجات شيقه فيها بقى عشان ما تزهقوش مني. صباح الخير، ازيكم؟ خليكم بقى معايا. اخبار الرياضه، فاز الزمالك على فريق لامبو البورونجي بهدف دون رد. سجله حسام عبد المجيد في المباراة التي أقيمت بينه وباستاد الجيش ببرج العرب، مباراة الذهاب في دور ال 32 لبطولة دوري الأبطال. مستوى الأداء غير مرضي، كنا متوقعين الحقيقة يكون أفضل والصفقات تكون أفضل. بداية غريبة لدرجة إن جمال عبد الحميد من هزاز الرؤوس ابتدى يتكلم وابتدى يقول ويطلع يخرج عن صمته ويتكلم ما عجبوش، ونقد طبعا، ناقد الطريقة وناقد اللعيبة وناقد الخطة، يعني ابتدى يتمرد. الله أعلم، ابتدى يقول الحقيقة الله أعلم. نتمنى يا كابتن جمال إن احنا دايما متواسمين فيك الشجاعة. على مدير الكورة على الأداء وقال لم يكن هو الأفضل بسبب الصفقات الجديدة لسه ما تعودتش على المدير الفني. الفريق بيعاني من إصابات، ده أمر طبيعي في بداية الموسم ومن المتوقع تحسن الأداء مع الوقت. المهم الفوز هو خطوة للصعود لدور المجموعات. بس بعد اللقاء بقى اللي انتهى بفوز الزمالك طبعا على الحروق روك كده، حصلت انتقادات من أداء الفريق وحالة من الغضب لفيريرا. فيريرا كان ظاهر أول مرة يظهر بكم الغضب اللي هو كان فيه ده، وحالة عصبية على اللعيبة كتير قوي، أول مرة يظهر كده. وده كان بسبب إيه؟ كان بسبب إهدار الفرص بطريقة مستفزة الحقيقة، يعني إهدار الفرص والرعونة للمهاجمين كانت سبب في غضب فيريرا. أنا شفت كمان إن امبارح كان زيزو في شوية أنانية أو كان عايز يعمل حاجة
عايز يجيب اجوان، عايز يتصرف، بس ما عجبنيش الطريقة دي. وبعدين شفت الرعونة، يعني حسام أشرف على بعد، يعني الجون مفتوح قدامه، وسيف نفس القصة، وغيره وغيره. يعني احنا كان المفروض نطلع كده اهو كده اهو بالفترة الأخيرة اللي هي ال5 دقايق إلى آخر النهائي، أو ال10 دقايق 3-4 المفروض، لأن جت فرص ما تجيش، يعني ما تتفوتش، مش ما تجيش ما تتفوتش. أهلا بيكم. طبعا أنا ما عنديش حاجة جنب المحللين الكبار، لكن أنا يعني بقول رأيي لو يسمحوا لي. يعني الترجي بطلا لكأس الأندية الأفريقية بعد الفوز على الزمالك 28-22 في حالة توهان. الزمالك بقاله ماتشين تايه، مش ده الزمالك، سايبينه لوحده، باعوا اللعيبة وهربوا، هم اللي هربوا من ان هم يجيبوا لعيبة تانية. جون مش عارفة ماله مرتبك وسببه دخلت ال4 تجوان الأخرانيين، علامة استفهام، علامة استفهام ونقطة تعجب ومطلوب إيضاح، ومطلوب كمان ان انتوا تلحقوا بقى. يعني احنا بنقول ملوك صلاة ايه بقى انتوا في ايه؟ فيوتشر بيضرب كالون السيراليوني بهدفين دون رد في ذهاب دور 32 في كأس الكونفدرالية. الأهلي يبدأ مشواره الأفريقي بهدف قاتل عن المستيري في تونس، أحرز الهدف محمد عبد المنعم في دقيقة 91. أصفرت كرة الدوري المصري الممتاز عن بداية قوية لنادي الزمالك في مواجهة نادي سموحة، بينما تكرر لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة ال14 من عمر مسابقة الدوري. تشهد الجولة الثالثة مواجهة البطل مع الوصيف، هي حيث يستضيف الزمالك فريق بيراميدز. وحول الكرة التي أجريت علق الزمالك على نتيجتها وقال وكتب على صفحته: مستعدون للدفاع عن لقبنا هذا الموسم، في رسالة واضحة أن الزمالك يدخل من أجل اللقب فقط. يد الأهلي تحصد المركز الثالث ببطولة أفريقيا بعد الفوز على الأفريقي التونسي 30-22. رسميا نادي إمبي واصل صفقاته ويضم الأثيوبي شميلس بيكلي لمدة موسمين. الإسماعيلي يمدد عقد إياد العسقراني مدافع الفريق الشاب ومنتخب مصر الأولمبي لمدة 5 مواسم. الوحدة الإماراتية يعلن رسميا ضم اللاعب أحمد رفعت لمدة موسم واحد، إعارة قادمة من نادي فيوتشر، بتعتبر الإعارة الأغلى في تاريخ الكرة. تصريحات أوستن أموتو خطيرة جدا. تصريحاته عن معاملة مسؤول مصري معه: كشف اللاعب المنتقل حديثا إلى الاتحاد السكندري مفاجأة من العيار الثقيل. تحدث اللاعب عن وصفه بشأن المعاملة السيئة من مسؤول النادي المصري خلال تواجده في الفريق. تحدث عبر تصريحات تلفزيونية عن مواقف سيئة على لسان اللاعب بشأن إجباره على الخروج من منزله والاستيلاء على سيارته، واكتشف تزوير في عقده واختلاف بين بنود العقد اللي مع المصري والعقد اللي معاه، ولم يكن العقد موثقا في اتحاد الكرة، وبالتالي قرر الرحيل وديا دون شكوى لأنه يحترم جمهور المصري. كما أعرب عن حبه الشديد لنادي الزمالك وأنه يتمنى ويأمل يوما ارتداء القميص الأبيض. مش كويس كده على فكرة. أوضح عضو الاتحاد المصري، مساء الخير يا حاج. أوضح عضو الاتحاد المصري عامر حسين بعد الملاحظات بشأن انطلاق الموسم الجديد. الموسم هيبتدي 18/10، المنتخب الوطني هيخوض مديتين في نوفمبر، بمعسكر نوفمبر، شهر يناير ما فيهوش ارتباطات. رش الملعب هيكون إجباري بناء على طلب فيتوريا. أي تجمع للعيبة على الحكام بعد المباريات هيكون في عقوبة.
شدد على ان ادوار الخروج المغلوب من دوري ابطال لن يكون موجود مواجهات بين الذهاب والاياب. برضو قرارات الرابطه، الكلام ده اتكلم فيه امبارح الجريء، بس انا يعني بعد اذنه انا يعني مش هقوله كله، بس هقول كده نماذج كده سريع. يعني برضو قرارات الرابطه، بس زي زياده عدد الجماهير ل 6000 مشجع، 3 هنا و3 هنا. انطلاق الدوري هيبقى يوم 18، هينتهي 30 يونيو. هيبقى في تصميم جديد لدرع الدوري مع وجود جوائز ماليه وفرديه للهدافين وافضل اللاعبين مع نهايه الموسم. طب فين التكريمات بتاعت السنه دي يا حاج، يا حاج ويا حضره الباشا رئيس الرابطه؟ هو الموسم مش خلص وكل مرة بتكرموا الفريق والمدرب والهداف واللعيب والهجوم والوسط وبتدوهم جوائز وبتكرموهم؟ فين تاكل ولا عشان الزمالك هو اللي هياخد كله؟ ماشي، يقولك الدوري مستمر في فترة كأس العالم لحد أقصى 4 فترات. برضو قال لك على رش الملعب، وقال لك هيبقى في عقوبة على الأندية اللي يندفع لاعبيها نحو الحكام. ماشي، هتقام مباريات محلية للفرق المشاركة أفريقيا خلال دورة المجموعات فقط في حالة اللعب خارجيا. ستقام المباراة المحلية على اليوم الرابع، وفي حالة إقامة المباراة في مصر هتقام في اليوم التالي. ماشي، طبعا احنا عرفنا امبارح من الجريء الجدول، مش هقوله تاني. الجدول نزل، بس هنقابل الاهلي في الاسبوع ال 14، هنقابل الاسماعيلي في الاسبوع العاشر، بيراميدز في الاسبوع الثالث، فيوتشر فين؟ فيوتشر في الاسبوع ال 16. اول هنبتدي بسموح، الله المستعان. اقترب صلاح محسن من الانضمام الى سيراميكا مقابل 6 مليون وبند الشراء 12 مليون. نجم وادي دجله ومنتخب مصر الشباب يعلن انضمامه الى الاهلي. اعلن عبد الرحمن رشدان في تصريحات لبرنامج بوكس بوكس: انتقلت بشكل رسمي الى الاهلي، وتواجدت في جلسه مع محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ والمدرب كولر. اخر خبر موجه لسياده الوزير المحترم وزير الشباب والرياضه: سيادة الوزير، حضرتك بتستفزنا ليه؟ حضرتك بتشمت فينا الناس ليه؟ وبتستعرض عضلاتك بس على الزمالك، مش كده ولا ايه؟ لما رفضت دعم فريق كرة القدم بنادي الزمالك، لما طلب منك رئيس النادي دعم فريق كرة القدم، قمت قلت له أقصى حاجة أقدر أعملها لكم هو إني أوافق لكم على قرض زي النادي الأهلي، لكن رئيس نادي الزمالك رفض القرض. وقال لك انا مش عايز كارت. سيادة الوزير، حضرتك رديت عليه وقلت له هو ده اللي عندي. لفظ سعد سيادة الوزير، حضرتك بتستعرض قوتك علينا قدام مين؟ انا عايز اعرف يعني حضرتك سيادة الوزير، اقعد مع نفسك كده وشوف. يعني احنا برضو نادي كبير ومش اي نادي، احنا نادي الزمالك النادي الملكي، احنا ما بنطلبش من حد ان هو يجبي علينا، لا، احنا بنطلب انك تكون واقف مع الكل على نفس المستوى وبنفس الطريقه، ده اللي احنا طالبينه. كفايه بقى سياده الوزير، كل ذكرياتك معانا ذكريات كلها الام مؤلمه. راجع نفسك سياده الوزير، راجع نفسك. صراحه كل جمهور الزمالك حاسس بنفس الاحساس ده، اعتقد كلكم برضو معايا في الموضوع ده، صح؟ الى هنا نكون احنا خلصنا. بس انا بقى مع الوزير او مع المواقف عايزه اقول كلمه، عايزه انهي كده بحاجه بحبها قوي طول عمري، من وانا بذاكر كنت اكتبها في الكتاب كده، وانا بذاكر اكتب: ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى يأمر الله في أمري، سأصبر حتى يعرف الصبر أنني صابرة.
إلى هنا نكون هنتكلم عن الصبر بقى بكرة إن شاء الله. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حديثنا، أرجو أن أنا ما أكونش تقيل عليكم وأثقلت عليكم، أرجو أن إحنا نكون استفدنا مع بعض وانبسطنا مع بعض. لايك وشير بليز، دي أقل حاجة يعني نعملها، وفيديوهات نسمعها وعلقوا وقولوا لي رأيكم إيه، اعترضوا على حاجة بقولها، وافقوا على حاجة بقولها، ادوني أفكار، ساعدوني، أنا ليكم وبيكم وعشانكم، كلنا في القناة بنعمل عشانكم أنتم. أشكركم يا رب، بتمنى لكم يوم سعيد وكله بركة وخير ونعمة وسلام. أشكركم أحبائي، وأراكم إن شاء الله غدا بإذن الله، وأترككم في رعاية الله. سلام.